السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب الثالث من موقع ستار أب إنفست. ندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي وناخد جولة سريعة في الموقع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا النهاردة. ده الموقع بتاعنا ستار اب انفست. طبعا الموقع موقع استثمار وبيديني من 200% الى 760%، وده طبعا على حسب الايداع. والمستحقات بتاعتك بتوصلك على الموقع كل 8 دقايق. وعندنا الخطط بتاعتنا هنشوفها جوه في الموقع، وست مستويات للحالة. طبعا الموقع كلنا عارفينه واشتغلنا عليه اكتر من مرة وعملنا منه اثباتات سحب كتير، وده بعد التجديد الموقع ده تالت سحب لينا النهاردة. هنبتدي دلوقتي نعمل تسجيل دخول او تفويض للدخول. طبعا الروابط بتاعتك كلها هتلاقيها تحت في صندوق الوصف، وهتلاقي رابط شرح الموقع بالتفصيل هتلاقيه موجود برضو في صندوق الوصف. ده الرصيد اللي موجود معايا زي ما انتم شايفين اهوت، هناخده كده نسخ. وهنروح دلوقتي نعمل اثبات السحب الثالث بتاعنا، وبعد كده ناخد جولة سريعة في الموقع. هنبتدي دلوقتي نروح على الانسحاب علشان نبتدي نعمل السحب بتاعنا. هيحولني طبعا على الصفحة دي زي ما انت شايف كده. احنا سحبنا مرتين من الموقع، ادي اول مرة 523 وتاني مرة 122. طبعا احنا هنا بنختار احنا هنسحب على ايه. احنا مسايفين الباير ومسايفين بيرفكت ماني، هنختار الباير. وهنا هنعمل لزق للمبلغ بتاعنا. بعد كده هنروح على الباير عشان اشوف اخر حاجة. اخر حاجة انا دافعها 30 روبل اهوت. هنعمل ريفرش كده مع بعض. ده اخر حاجة 30 روبل. نرجع تاني على الموقع وندوس هنا انسحاب ونقول بسم الله. تمام كده زي ما انتم شايفين اهوت، هو هنا بيقول لي تم تأكيد الدفع بنجاح، اتحقق من رصيد محفظتك، ونزلت هنا عندي هي بنجاح، ادي 428. هنرجع تاني على الباير عشان نشوف اخر حاجة 30 معانا اهي. هنعمل ريفرش كده مع بعض. ادي 428 وصلوا يا جماعة في لحظتها. وده اثبات السحب بتاعنا اهوت 428. نرجع تاني على الموقع بتاعنا وناخد الجولة بتاعتنا كده جولة سريعة في الموقع. وعندنا اول حاجة هي العلاوة. لو دخلنا على العلاوة دي هنلاقي فيها الروابط بتاعتك. طبعا دي لو عندك يوتيوب بتبتدي ان انت تعمل فيديو عن الموقع، ولازم الفيديو ده يكون فيه سحب او ايداع من الموقع. بعد ما بترفعه اليوتيوب بتجيب الرابط وتحطه هنا وتدوس ارسال علشان يتحقق فيه الموقع ويديك هدية من 60 روبل ل 15000 روبل. وده طبعا لازم يكون حضرتك مسجل هنا معاهم او مشترك في اليوتيوب بتاع الموقع. ندخل دلوقتي على تاني حاجة عندنا الاعدادات. في الاعدادات دي هتلاقي كل المحافظ اللي انت ممكن تستخدمها في السحب او الايداع. هتبتدي تحط المحافظ بتاعتك زي كده الباير، وهنا بريفكت ماني، وهتدوس تحت حفظ عشان يتحفظ معاك في اي عملية سحب او ايداع. ندخل على تالت حاجة معانا اللي هي الاحالات. طبعا الاحالات دي هتلاقي فيها تلات انواع من البانر ممكن تاخدهم لو انت عندك مدونة، بتشوف انت حابب تاخد اي مقاس، وبتاخد الرموز دي وبتحطها في الموقع او المدونة عشان يظهر لك بالشكل ده، او يظهر لك في شكلين تانيين ممكن تشوفهم برضو عندك. ده هنا رابط الاحالة بتاعك اهو، ده رابط الاحالة بتاعك، ممكن تاخده تدير اي صديق عشان تاخد ست مستويات من الاحالة عند تسجيل اي حد فيه.
عندنا في القصة دي هتلاقي كل معاملاتك الداخلة والخارجة في الموقع، بما في ذلك المستحقات والسحوبات اللي هتلاقيها موجودة. ده السحب بتاعنا الأخير، ودي المستحقات اللي بتجيلك كل 8 دقايق. الودائع دي هتلاقي فيها الوديعة بتاعتك المغلقة والنشطة والمقفولة، هتلاقيها هنا في الودائع. وده الانسحاب احنا شفناه، بقى عندنا واحدة بس اللي هي الإيداع اللي هي فوق دي، هندخل نشوفها. هنا هيفتح معاك بالواجهة ديت كده، وعندك هنا الخطط بتاعتك بتبتدي من 72 ساعة لحد 24 ساعة، وده طبعا على حسب المبلغ اللي انت بتحطه او الايداع بتاعك اللي انت هتعمل بيه وديعة. عندنا الميت روبل بيديك 200%، 400 روبل بتديك 235%، الالف روبل بيديك 290%، 2000 روبل بيديك 350%، 4000 روبل بيديك 425%، 6500 روبل بيديك 500%، 10000 روبل بيديك 600%، واخيرا 15000 روبل بيديك 760%. بعد ما بتشوف الخطة اللي انت حابب تشتغل عليها، بتيجي هنا وتشوف انت هتدفع من على اي محفظة. انا هدفع من على الباير، هنبتدي احط الباير، وهنا هنبتدي نحط المبلغ اللي احنا حابين نعمل بيه ايداع. واي حد هيعمل ايداع هيعمل ايداع على مسؤوليته الشخصية. هو هنا كاتب لك 1000 روبل اهوت، لو انت هتستثمر 1000 روبل بيقول لك ان انت في نهاية ال 72 ساعة هتاخد 2900 روبل، بمعدل كل 8 دقايق 606 روبل بوينت 40. لو حضرتك حابب تعمل ايداع ب 200 روبل بيقول لك بعد 72 ساعة هتاخد 400 روبل بمعدل كل 8 دقايق 0.74. ولو انت حابب تعمل ايداع ب 500 هيقول لك هنا انت هتاخد في نهاية ال 72 ساعة 1175 روبل بمعدل كل 8 دقايق 2 روبل بوينت 35. بعد كده بتدوس على فوق هنا عشان يحولك على المحفظة بتاعتك علشان تقدر ان انت تعمل بيها ايداع. هنا ده هتلاقي ده الملف الشخصي بتاعك. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت لو الموقع بتاعنا عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.